مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء مستمعونا الافاضل، اجدد اللقاء بكم دائما والترحيب مع هذه الانطلاقات والتحديات. ينطلق في هذه اللحظات شوطنا 14 والمخصص لافكار المهجنات الاصايل لسن الحكاية لمسافة 4 كيلومترات. هذه الرحلة المنطلقة مع هذه الاسماء وهذه الشعارات التي تبحث عن الانتصار وتبحث عن الناموس. نتابع البداية ونرصد المركز الاول. هنا العنود من تاتي بالمقدمة، ابناء مصانع الجنوب، غصاب بن عبد الله بن مصبح، راع الطيرة العامري، من يدفع بشعاره هنا على مستوى المركز الاول. المركز الثاني وضوح قادمة، سعيد بن سالم بن خلفان بن بينونة هالفتبي وصل مع ثاني المراكز، وثالثا تدخلت هنا الظبي خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة هالفتبي حاضرة مع المركز الثالث، بينما رابع الاسماء هناك من الجانب الاخر تدخلت استشارة كاسم بن سالم بن كاسم السافري حاضرة مع المركز الرابع، خامس الاسماء تدخلت في هذه اللحظات وحضرت متابعونا الاعزاء. هنا نوفل محمد سالم بن راشد العويسي حضر مع هذه الانطلاقه، ايضا المركز السادس من الجانب الاخر تدخل هنا الشعار القادم مع الظبي هنا الحاضر راشد المحير بن سعيد بن محمد بالعامري الاكتبي وصراحة ابناء الميدان لينطلق بهذه الاثارة. سابع الاسماء هناك القادمة الشبابية عمر بن سهيب بن محمد بن حطب العامري تدخل في هذه الانطلاقة، والمركز الثامن الحاضرة والقادمة في هذه اللحظات ومع هذه الانطلاقة متابعونا الاعزاء شقرة خليفة بن راشد الحمد الخاصوني الاكتبي وصل في هذه الانطلاقة، وعاشر المراكز هنا الحاضر شحيلة محير بن علي بن لاحج الاكتبي. هكذا هو النداء، هكذا هو التحدي، هكذا هو المسار برحلتي هذه الانطلاقة وهذه التحديات، ولكن اعود الى الصدارة، اعود الى المركز الاول، اعود الى القيادة الاولى هنا مع هذه الانطلاقة، هنا مع هذا التحدي. الحاضر بهذه الإثارة، الحاضر بهذه الانطلاقة هنا مع هذه الأسماء، ولكن لنا عودة مع القيادة، لنا عودة مع الأسماء الأولى. هناك التغيير، شوف المقدمة هنا المركز الأول، هنا الصدارة الأولى والتي تحمل الرقم 49، هنا الشاهينية القادمة في هذه الانطلاقة وفي هذا الأداء الجميل. هنا مع هذه الأسماء ثاني المراكز من الجانب الآخر، القدوم من الظبي والمملوكة لراشد بن مهير بن سعيد بن محمد بن عامري آل التبي بدأ يتسلل أحد أبناء الميدان الذي قادم بقوته، الذي قادم بالأسماء التي يمتلكها. المركز الثالث القادمة هنا والحاضرة، هنا مغامرة لمحمد بن معتوق بشامس العامري وصل هنا بهذا الشعار مع المركز الثالث. رابع الأسماء القادمة والحاضرة في هذه اللحظات هنا شحيلة مهير بن علي بن لاحج الاكتب وصل مع المركز الرابع، وخامسا تدخلت هنا في هذه اللحظات العنود غصب بن عبد الله بن مصبح على الطيره العامري، وسادسا هنا القادمه زعزع عبد الله بن سعيد بن غرير الاكتبي، سداسيه ولا اروع، سداسيه ولا اجمل. سابع الاسماء هنا الحاضره نوب محمد سالم بن راد العويسي هنا مع المركز السابع. هكذا هي النتيجه، هكذا هو التحدي، نقترب من لوحه الاعلان. اعود الى المركز الاول، الى الصداره الاولى، دخلنا الغلاف الجوي. الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، جولة الاوامر وجولة التحركات والتكتيكات والابداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك، روح يلي تبى ناموس،
يلي تبلد صهاره روح بالعامي روح هنا مع الظبي الظبي التي تقود الاسماء الظبي التي تقود الصداره هنا راشد بن مهيب بن سعيد بن محمد بالعامري الاكتبي هنا في هذه الانطلاقه الجميله يلا يا بالعامري يلا يا بالعامري بابا يلا نص كيلو هنا ابناء المدام ابناء المدام حاضرين وقادمين بهذا الاداء الجميل بهذه الانطلاقه الموفقه هنا بالعامري ياتي بشعاره ليتالق ويكون احد ابطال هذا الصباح ويكون حاضرا ببصمه الكبار هنا مع هذا الاداء الجميل روح بالعامري روح هنا بهذه الانطلاقه ان لم يكن كلام اخر لشعار باللاحج القادم مع شحيله مع المركز الثاني ولكن بالعامري بالعامري هو الاقرب هو الاجدر الى الناموس الى الانتصار الى ابناء المدام الى ابناء المدام يا بالعامري هذه هي عوايدك النواميسي والانتصارات سلام بالعامري سلام تهاني الناموس لمالك الضبي هذا المهيب بن سعيد من محمد بن عامر اكتبي من انتصر بهذا التحدي المركز الثاني كان رسول شحيله مهير بن علي بالله حجر الاكتبي المركز الثالث المركز الثاني كان رسول مغامره محمد بن معتوق بن شامس العامري والمركز الرابع المركز الرابع الشاهنية والمركز الخامس هكذا هي النتيجة متابعون الأعزاء هنا بالعامري من يأتي بهذا الانتصار ليظفر بهذا الناموس المستحق ويكون مع بصمة الكبار في هذا الصباح ويقدم الظبي كعادته راشد بن مهير بن سعيد بن محمد بالعامري الاكتبي ليهدي ابناء المدام هذا الانتصار وهذا الناموس وهنا الإعادة للحظة وصول الظبي الظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفاء يا بالعامري هنا التوقيت الذي تسجل وساعة وصول الظبي 6 دقائق 9 ثواني 86 جزءا من الثانية وسلام بالعامري سلام تهانينا والناموس لك انتصار مستحق وسلام وصوله الى ابناء المدام تهانينا والناموس اسمه سلطان اعتلال قاسمي وللقاسمي هبه